مساء الخير على حضراتكم، أهلا بكم حلقة جديدة من برنامج مصر جميلة. تحياتي لحضراتكم مشاهدينا، وبنبدأ فقراتنا في مصر جميلة كالمعتاد مع فقرة الأخبار. الفقرة الأولى معنا النهاردة من أخبارنا: وزارة الزراعة دعم صغار المزارعين في 150 قرية في 6 محافظات. كشف الدكتور علي حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة عن تفاصيل إنجازات هذا المشروع وهذا البرنامج اللي هو دعم صغار المزارعين بصعيد مصر والدلتا للعام المالي 2024، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار جهود وزارة الزراعة في دعم صغار المزارعين بالمناطق الفقيرة والأكثر احتياجا سواء في صعيد مصر والدلتا، ويعمل في 6 محافظات هي الشرقية وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان. اليوم بتحل ذكرى رحيل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم في عام 2019، حيث قدم مسيرة فنية حافلة حقق فيها نجومية كبيرة. الفنان فاروق الفيشاوي وولد في قرية سرس الليان بمحافظة المنوفية، وده كان يوم 5 فبراير عام 1952، وقد توفي والده عندما كان عنده 11 سنة، وده كان عمره تحديدا في ذلك الوقت. ثم الحقيقة استعان أخوه الأكبر بتربيته واهتمام بمسيرته الفنية. بدأت شهرته في فيلم المشبوه، واللي فتح له أبواب الشهرة أمام الفنان الكبير عادل إمام، وشكلوا الاثنين الحقيقة دويتو رائع داخل السينما المصرية، وعملوا العديد من الأفلام اللي لاقت نجاحا كبيرا. رحم الله الفنان الكبير فاروق الفيشاوي. النهاردة إن شاء الله عندنا إيه؟ عندنا فقرتين كالعادة مع حضراتكم. الفقرة اللي هنتكلم فيها إن شاء الله مع حضراتكم الأولى، وهي مشروع التجلي الأعظم بجنوب سيناء. وهذا المشروع يعني سمعنا عنه كتير في وسائل الإعلام، وسمعنا أن الدولة بترفع كفاءة المناطق السياحية بشكل كبير عشان نقدر نستقبل عدد كبير جدا من السياح وفي كافة المجالات. الحقيقة هنتكلم عن الاستراتيجية اللي بيدار بيها هذا المشروع، هنتكلم عن الدخل القومي ازاي نقدر نزوده من الحقيقة ارتفاع قيمة اثارنا وحضاراتنا ونشرها على مستوى العالم، لانه زي ما انتم عارفين انه اسرع دخل قومي هو بيجي عن طريق السياحة. هيشرفني في هذه الفقرة الدكتور عادل الجندي رئيس الادارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار. هنتكلم كمان مع حضراتكم النهاردة في موضوع وهو يخص السياسات الحقيقة العامة اللي بتدور أو بتدار بيها الدولة المصرية. حقيقة هيشرفنا النهاردة دكتور عصام الجوهري الحاصل على المركز الأول في منتدى السياسات العامة بمجلس الوزراء. حقيقة دكتور عصام وضيف عزيز دائما على برنامج مصر جميلة، وهنتحدث معاه عن السياسات القادمة في إدارة الأزمات الاقتصادية وفي إدارة علاقتنا بصندوق النقد الدولي والمرحلة الاقتصادية اللي بتمر بها مصر وبتمر بها المنطقة ومدى تأثير ده علينا بشكل كبير وبشكل مباشر. هنتكلم كمان على جزء مهم جدا وهو نظم المعلومات والتحول الرقمي، قد إيه ساعد مصر في إن هي تعمل إصلاحات اقتصادية وتيسيرا على المواطنين في المعاملات المالية في كل كافة القطاعات بقى، سواء الحكومية في المصالح الحكومية، سواء أيضا في البنوك، حجم الشركات الاستثمارية اللي دخلت تستثمر في هذا المجال وهذا النشاط بقى حجم كبير وضخم في مصر، قد إيه سهلت الحياة على المواطنين في إن هي تقوم بحاجاتهم وإن هي تنفذ رغباتهم بشكل سريع جدا. مجموعة المواقع اللي موجودة، التطبيقات اللي بقينا بنستخدمها بشكل يومي ما نقدرش نستغنى عنها، وبقت بتيسر لنا أحوالنا في حاجات كتير قوي، من أول المرور لغاية شراء أي شيء احنا بنحتاجه واحنا قاعدين في بيوتنا. كل ده استثمارات، كل ده اقتصاد، كل ده بنسميه سياسات عامة للدولة بتنتهجها الدولة في المرحلة القادمة عشان تقدر
تصل إلى اقتصاد جيد وإدارة اقتصاد جيد. هيشرفني الدكتور عصام إن شاء الله في فقرات مصر جميلة القادمة بإذن الله. دي فقراتنا، أتمنى أن هي تحوز على إعجاب حضراتكم. بعد الفاصل نلتقي بكم معنا. يعني رفع قيمة أماكننا السياحية ده كان جزء من استراتيجية الدولة في المرحلة السابقة في إعادة بناء الجمهورية الجديدة. طيب هي الدولة بتعمل ده، بنشوف أماكن كويسة، ترتيبات، طرق فقط، ولكن كانت بتشتغل على مجموعة من المحاور المهمة جدا، رفع القيمة لهذه الأماكن عشان تقدر تستقبل العديد والعديد من السياح، جزء مهم جدا، الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية للمنطقة نفسها، دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة وهي زيادة الدخل القومي من الناتج المحلي في مصر اللي بيجي عن طريق السياحة. ده ازاي هيتعمل؟ منطقة زي منطقة التجلي الأعظم في سانت كاترين اللي بتشهد مهد ديانات الثلاثة، ده جزء مهم جدا من الحقيقة تسويقه على المستوى العالمي، وجزء آخر وهو لازم نفهم هذه البقعة من أرض مصر ماذا تحتوي وإيه أهميتها على مستوى السياحة العالمية. خلوني أرحب بضيفي وضيف حضراتكم. برحب بالدكتور عادل الجنتي رئيس الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار. أهلا بحضرتك دكتور عادل، بتنورنا دايما يا فندم. أهلا وسهلا بسادة تحياتنا لحضرتك. يعني كلمنا عن هذا المشروع، مشروع التجلي الأعظم وأهميته، وماذا فعلت الدولة من الحقيقة رفع كفاءة من الإنشاءات اللي موجودة وزيادة مجموعة أيضا من المنشآت السياحية في هذه المنطقة. جميل. أولا أنا بحيي فريق الإعداد على الفيديو اللي اتعرض دلوقتي، هو لخص المشروع كله لكن احنا هندقق فيه شوية. هي فعلا المشروع مشروع التجلي الأعظم أو تطوير سانت كاترين، منطقة سانت كاترين، تم بطريقة ناضجة جدا وتتوافق مع المعايير العالمية ومعايير منظمة اليونسكو لأنها تعتبر محمية طبيعية تابعة لليونسكو. التطوير اللي هناك كله حصل عبارة عن انك انت بتحافظ على الموروث التاريخي الموجود بالفعل، هو بيتمثل فيه بعض الايقونات الموجودة زي دير سانت كاترين التاريخي. وبالمناسبة برضو لازم نوضح ان سانت كاترين ان في جبلين، جبل موسى وجبل سانت كاترين. جبل سانت كاترين اللي عليه الدير واللي بيحوي مكتبة من اعظم المكتبات الموجودة اللي هناك، وجبل موسى هو ده الجبل اللي كلم الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى على هذا الجبل، وطبعا بما يحمله بقى ببعض الايقونات الشهيرة زي شجرة العليق الموجودة اللي هناك، اللي هي اللي يقال انها يخيل ان سيدنا موسى رأى نار موجودة فراح عشان يجيبها لأهله. هذه الشجرة من الضوء الرباني كانت عبارة عن شعلة مضيئة، وعشان كده ربنا جذب سيدنا موسى إلى هذا المكان حتى يكلمه، وبالتالي القصة ليها روحانيات كبيرة جدا جدا. مشروع وتطويره ما كانش مشروع نمطي تقليدي، كان لازم يتم تطويره بأسلوب ناضج جدا. في مكونات أو ده ما بنسميها كومبوننتس كتير قوي لمكونات المشروع، وكل مكون كان ليه سبب الدولة بتعمله. أولا تطوير وادي الراحة، وادي الراحة اللي هناك هو ده الوادي اللي هو وادي السلام، هو عبارة عن زي كونفرنس هول، برومنات كبيرة قوي بيستوعب عدد كبير جدا من الزائرين عشان تعقد فيها قد تكون مؤتمرات السلام أو الإيفنتات الدينية والروحانية اللي العالم كله هيجي يشاهدها في هذه المنطقة. تطوير المنطقة بحيث نعمل فيها مناطق للإقامة، المنطقة كانت بتفتقر إلى وجود في مناطق للإقامة، اتعمل فندق جبلي هناك واتعمل فندق ما يسمى الإيكولوج أو الفنادق البيئية المتوافقة تاريخيا مع نمط هذه المنطقة. الفندق حتى الجبلي فندق في حضن الجبل بحيث ما يؤثرش على ما يسمى الفيجوال بيرسبشن أو الإدراك البصري للمعالم التاريخية للمنطقة. مواد البناء كانت مواد محلية من الصخور الموجودة في سانت كاترين. صخور سانت كاترين ليها طبع خاص جدا، هي صخور صلبة ليها الحمرة بتاعة سانت كاترين، فلما بتشوف الفندق بتدرك انه فندق لكنه غير متعارض خالص مع الشكل العام، الشكل العام وملامح المنطقة التاريخية. كمان طورنا وادي فيران، وادي فيران دوان هو عبارة عن وادي طبيعي ووادي مليء بالنباتات الطبية بالمناسبة، ويمكن ممارسة نوع من السياحات المتوافقة مع روحانيات المنطقة اللي هي السياحة البيئية وسياحة سفاري الصحراء. وده تم تطويره ووضع مجموعة من الخدمات اللي كانت المنطقة تفتكرها. مهم جدا ان احنا نقول عملنا كمان فيستور سنتر او مركز للزائرين، مركز الزائرين اللي هو بيحكي تاريخ المنطقه كلها وبيحكي روحانيتها وبيحكي وضعيتها الدينيه الفريده. كل المشروع ده كان علشان يعكس رساله مهمه جدا للعالم، زي ما التقرير بالظبط بيقول ان مصر
بتقدم احد الهدايا اللي دائما ما كانت مصر بتقدمها. مصر قدمت الحضاره الفرعونيه، مصر قدمت المتحف المصري الكبير اللي قريبا هنشهد افتتاحه، مصر قدمت للعالم كله قناه السويس الجديده اللي سهلت حركه التجاره العالميه، مصر بتقدم تاني رحله العائله المقدسه اللي بتحيي فيها ذكرى دخول العائله المقدسه. دي الهديه رقم 5. مصر بتحيي هذا المشروع، مشروع التجلي الاعظم اللي احنا بنقول دايما ان لم يتجلى الله في اي بقعه على الارض الا في هذه البقعه، فهي ليها عنصر الندره المتفرده الكونيه، هي مش مجرد موقع، مش مجرد منتج روحاني سياحي. احنا بنروج للمشروع ده على اساس ان ملكيه هذا المشروع للانسانيه كلها. بنخرج من اطار محليه المشروع ولا حتى قوميه المشروع، لكن الدولة المصرية دايما بعظمتها بتفيد الإنسانية، بتحيي كل ما هو إنساني إلى العالم كله حتى يأتي ليشاهد هذه المعاني. دكتور عادل، لما بنيجي نتكلم على هذه المنطقة الإقبال عليها عامل إزاي؟ مين أكتر السياح الزائرين لهذه المنطقة؟ طبعا مجمع الأديان اللي موجود هناك بيحظى الحقيقة بزيارات من كافة أنحاء العالم. كلمنا عن الأمور المهمة في هذه المنطقة اللي المشاهد أو المواطن العادي اللي ما راحش يزار منطقة سانت كاترين أو مجمع الأديان أو مشروع تجلي العظم. تمام. يمكن في عقود سابقة دايما معروفة سانت كاترين هم بيروحوا في الشتاء عشان يشوفوا الثلوج الموجود صحيح. على الجبال بتوصل لدرجة الحرارة 5 تحت الصفر أو 3 تحت الصفر مثلا هناك. يمكن ده النمط اللي كان دايما الناس بتروح، حتى المصريين اللي مشهور بجبل سانت كاترين. النمط الثاني هي السياحة الدينية. السياحة الدينية كان دايما بيجوا، اللي عاوز يزور سانت كاترين كان بيجي من فوق من عند طابة وبعدين بيعدي على سانت كاترين ثم شرم الشيخ وتكتمل الرحلة على كده وبيقعد كام يوم وخلاص وبيرجع. اللي ما يعرفوش بقى الناس كلها واللي احنا بنحييه دلوقتي كمنتج سياحي متكامل هو التباين الفريد لهذه المنطقة اللي بتحوي العديد من المنتجات السياحية على النحو التالي. هنلاقي في السياحة، احنا بقى عكسنا الترم، ما بقيناش نقول دينية، بقينا نقول السياحة الروحانية. صحيح. بقى فيه مجمع أديان، دي كانت معروفة بالسياحة الدينية بالظبط، دلوقتي اسمها السياحة الروحانية سبيريتشوال بقى. دلوقتي فيها مجمع أديان، في عنصر التوافق الروحاني، أي حد يقدر يزورها لأن فيها روحانيات معينة. العنصر الثاني الموجود او النوع الثاني السبورتنج توريزم او السياحه الرياضيه، سياحه تسلق الجبال. تسلق الجبال ودي كان بيجيها او ما زال بيجيها دلوقتي اللي هم اليت جروب، مجموعه كده متفرده جايه عشان تتسلق جبال سانت كاترين. ميزتها انها طويله مده الاقامه وعاليه الانفاق. ودي شريحه بنسميها النيش سيجمنت. الثالثة دلوقتي السياحة مهمة جدا، السياحة الصحية، ومش هنقول الطبية لأن احنا دلوقتي اشتغلنا في المشروع ده بنضوج، فعرفنا انها سياحة صحية بفرعين، ميديكال طبي وويلنس استشفائي. سانت كاترين بتتميز بان فيها الويلنس توريزم، دي السياحة الاستشفائية عشان النباتات الطبية الموجودة في الأودية بتاعتها اللي بتساعد على نموها، الجو اللي حضرتك بتقول عليه، المناخ، درجة الرطوبة المعينة. لا تنمو هذه النباتات إلا في سانت كاترين. الأميز كمان السياحة المجتمعية أو ما يسمى الرولر توريزم. عشان كده واحنا بنشتغل في المشروع تلاقي ان المجتمع المحلي لا ينفصل عن مكونات المشروع. هذا المشروع لم يشمل فقط هذه الانشاءات اللي انا ذكرتها، تطوير القرى البدويه القديمه لسانت كاترين جزء اصيل من الجزء اللي بتعمله الدوله هناك، تطويرها بحيث ان المواطن المحلي هو اللي يمارس السياحه الصحيه، المواطن المحلي هو اللي بيمارس التنميه السياحيه اساسي. صح صح، وهو اللي بيعتبر اللوكال تور جايد زي ما بنقول، مرشد سياحي محلي. صحيح. هو اللي يعرف، هو اللي حافظ، هو اللي يقدر ياخد السائح اللي عاوز سياحه سفاري الصحراء يوديه الاوديه اللي فيها النباتات ويتفرج على النباتات اللي هو بيبتدي يجمعها. هو اللي بيجمع هذه النباتات ويعيد تدويرها عشان يعمل باكينج، يعمل منتجات يدويه يقدر يبيعها، اعشاب تستخدم في الاستشفاء. وفي نفس الوقت هو اللي بيمارس السياحه الاستشفائيه بالطقوس المحليه المتوارثه. اهم عنصر في دول ان هذا المواطن السيناوي اللي من سانت كاترين تحديدا هو مواطن يعني من نسل جينيريشن او جيل جاي من مرحله التجلي. صح. فهو بيتمتع بروحانيات واخلاقيات جدا. بالظبط. روحانيات واخلاقيات عاليه جدا. اي حد بيزور المنطقه بيلمس ده بنفسه لو اقام في القريه البدويه السياحيه الموجوده هناك. تطوير كمان ما تمش بس بخبره محليه، تعاوننا مع منظمه الامم المتحده للسياحه عشان تاهيل المجتمع المحلي يمارس الانشطه السياحيه بمعايير عالميه. فبصراحه اللي احنا دايما بنقول مشروع سانت كاترين لا يقتصر او لا يختزل في مشروع تجلي، لكن تطوير المنطقه بكل الكومبوننتس بتاعتها باستغلال الكونتراست ما بين صيف حر
تنمو فيه النباتات الطبيه، بين شتاء درجه الحراره تحت الصفر، ما بين منتجات اخرى بيجيها شريحه اللي هي شريحه الشباب تسلق الجبال، وما بين الحجيج المسيحي اللي بيجي يزور مواقع سانت كاترين. كل المعطيات اللي حضرتك ذكرتها دي دكتور عادل معطيات رائعه جدا، واستغلالنا ليها كمورد للسياحه اعتقد انه جزء مهم من التسويق العالمي. قدرنا نعمل ده ووصلنا لفين وده بالتالي هترد عليا بيه بعدد السياح القادمين لهذه المنطقه. اتفضل يا فندم. طبعا هي اسلوب التسويق للمنطقه بعد خصوصا التطوير اللي بيحصل اختلف. اختلف بمعنى ان احنا كنا زمان بنشتغل على مسمى الاربعه ماركت ميكس. ايه الاربعه ماركت ميكس؟ ايه الحاجات اللي بتتوفر في المنتج فتقدر تبيعه؟ كنا دايما بنقول ان البرودكت ما هو المنتج السياحي، كنا بنقول سياحه دينيه ساعتها. كنا بنقول دايما البليس هتبيع المنتج ده فين؟ كنا بيبيعها في الميديا، في الانترناشونال تلفزيون مثلا، في الببليستيز اللي بتطلع. وكنا بنقول البروموشن اسلوب التسويق بتاعك اللي هتعمله، هتجيب التور اوبريتور العالميين تعملهم دعوه على التعريف للمشروع، او بتطلع في الانترناشونال فيرز وهكذا. الاربعه دول كان نمط قديم. مع التطوير في المشروع كان لازم تضيف عليهم ثلاث عناصر اخرى، وده الاسلوب التسويق الجديد. البروسيسز، ايه هي اليات التشغيل؟ ودلوقتي كل دول العالم بتشتغل اي ماركتنج، تسويق الكتروني. كل دول العالم دلوقتي بتشتغل في الفيزا فاسيليتيشن، هل هتشتغل انك تعمل تسهيلات لزياره هذه المنطقه ضمن ستريم او ضمن مسار معين بنشتغل فيه دلوقتي. الاعتماد على اليه السوشيال ميديا اللي هو بي تو بي، مش بزنس تو بزنس، بيبل تو بيبل. ان ازاي تستخدم السوشيال ميديا، كل واحد يروج لسانت كاترين على صفحته، فالعالم كله بيبقى اوير بالموضوع، فيبتدي اصحابك والمقيمين في الخارج لهذه المنطقه. وده كمان اصبح مصدر للتسويق اللي هو استخدام مواقع السوشيال مصدر ميديا، مصدر قوي جدا، اقوى صحيح. من المصادر الاعتياديه اللي كنا شغالين عليها. الحاجه المهمه الثانيه اللي بنشتغل عليها الفيزيكال ايفيدنس. ايه بقى دي البنيه الاساسيه والخدمات والتسهيلات السياحيه. ايه اللي بتحصل دلوقتي في التطوير؟ يعني ما هي فرنسا ما عندهاش اي موروث سياحي، ومصر عندها كل حاجه في الدنيا. ده استغرب تقول لك اشمعنى فرنسا بيجي لها 80 مليون واحنا نصيبنا مش واخدين نصيبنا العادل. انت بتروح هناك عشان تعيش العيشه الفرنسيه بالاتيكيت الفرنسي والنايت لايف الفرنسي بالحاجات دي، بتعيش التجربه متكامله ومكلفه. مكلفه وبتستمتع بالخدمات اللي موجوده هناك. اذا ده العنصر الرئيسي. وانا جاي بالسائح هناك في سانت كاترين لازم يستمتع بالتجربه. استمتع بالتجربه نتيجه اكسسبيلتي السهله وامنه ومريحه، الطرق اللي اتعملت هناك جديده. استمتع بالتجربه هو معاشه المجتمع المحلي عشان تكمل اليوم الرياحي، فتروح القريه الريفيه فتاكل الايجيبشن كوزين، الاكل اللي بيعملوه البدو اللي هناك البدو. وتبقى عيشتك كده تاخد ميموريز وتتصور معاهم. بتشتري من هناك سوفينيرز من انها ازاي اللي هم محترفين يعملوا الجلابيات طبعا بالمشغولات اللي هناك. فبتاخد ميموريز معاك وبتشيلها. هي دي تحسين التجربه السياحيه اللي يزود لك عدد السياح اللي عندنا. العناصر دي تم اضافتها في استراتيجيه تسويق هذه المنطقه. كان بهدف ايه؟ علشان ننتقل بقى، احنا دايما بنحب التطوير، بنعمل بومنج. سانت كاترين وشرم الشيخ عموما الجزء الجنوب سيناء كنا بنسوق على انه هو ما يسمى متروبوليتان، منطقه سياحيه ذات بعد اقليمي، الاقليم اللي حضرتك كله عارفها. بننتقل منها بعنصر الندره بتاع التجلي الاعظم اللي مش موجود في حته في العالم، بانتاج السياحه الصحيه الجديده اللي مصر مهتمه بيها دلوقتي، من المتروبوليتان لما يسمى الكوزموبوليتان. ان يبقى ده مقصد سياحي كوني عالمي. فبتسوق له على هذا النمط. عنصر الندره موجود في كل حاجه، في المصادر الاستشفائيه، في السيجنيفيكانس الدينيه الموجوده اللي ما بتتكررش، هي مكان واحد في العالم. هو مكان واحد يعني انا اتخيل انه المنطقه دي المفروض ان هي تبقى مزار للعالم اجمع. بالزبط. وهي المنطقه اللي تجلى فيها رب العزه سبحانه وتعالى في هذه المنطقه لما يتجلى في غيرها. يعني جزء مهم جدا انه انا اتخيل انه ده يتعمل لها بروباجندا ويتعمل لها شكل من اشكال الدعايه اللي هي فعلا تبقى بومنج بجد، انه تسمع مع الناس. احنا جاهزين بالدعايه دي من دلوقتي وبدانا نطلع كمان في لوجو، ده مهم جدا الاسلوب التسويقي، الشعار بتاع التسويق للمنطقه. دايما اي لوجو بيبقى فيه رسمه وفي سلوجن. السلوجن هو الشعار. شعارات كتيره اكتشفنا ان التسويق الجديد مفيش شعار واحد للمنطقه. بكل اللاشوف ريسورسز الموارد القويه دي بقى في شعارات كتير. حيث لم يتجلى الله الا في هذه المنطقه على سبيل المثال. طبعا حاسه سانت كاترين هاز ات اول فور اكزامبل، يعني احنا عندنا ده وعندنا سبورت وعندنا كليمبنج توريزم، كليمبنج ماونتن توريزم، وعندك سياحه دينيه وهكذا. في اكثر من سلوجن لوان لوجو، واللوجو بتاع المشروع
بقى براند نيم اسمه تجلي. فخلاص هيصبح دلوقتي التجلي، اول ما تشوفه تعرف ان تجلي في مصر في سانت كاترين. دي بقت مخصصة للمنطقة دي، هذه المنطقة على المستوى العالمي كل لغات. تجلي حلوة جدا بالزبط. يعني نوع من انواع التسويق الجيد. يعني اما نيجي احب اعرف من حضرتك انطباع السائحين بكل كافة جنسياتهم اللي بيزوروا، مين اكتر جنسية بتزور المكان ده؟ طبعا يمكن الجنسيات اللي بتيجي تزورها هو السائح اللي هو عاوز يزور المناطق الدينية، وده كان النمط السابق. دايما السائح لما دايما انت عارف ان هناك الدير اساسا اداره يونانيه ودير يوناني، وبالتالي الكنائس التابعه لهذا الدير في اقبال غير عادي من وقت كبير. دلوقتي تعددت الانماط السياحيه لزياره المنطقه نتيجه هذا المشروع زي ما انا حكيت كده. لا بقى في شريحه جديده اسمها شريحه الشباب بقت تزور هذه المنطقه، بقى في شريحه شباب بتروح تتسلق الجبال، لدرجه ان كان فكرنا دلوقتي في اسلوب تسويقي ان اوكي حتى الشاب نفسه يقدر يزور هذه المنطقه نوع من الحج، علشان ان الحج مشقه فيقدر يمشيها بايديه في نوع من المعاناه والتبرك. لكن ده ما هواش هدفه الرئيسي، ده هو قاعد في شرم الشيخ وبياخد الطريق من دهب عشان يزور سانت كاترين. لكن لما يرجع يحكي لاهله لابوه لامه للإلدرز عشان يقولوا انا شفت حته فيها روحانيات معينه فاخدوا قرار السفر فيما بعد. صحيح. في نفس الوقت اللي عنده اي مشكله استشفائيه وعلاجيه، روماتيزم، روماتويد، صدفيه، امراض معده، اعشاب سانت كاترين بتساعد جدا على الاستراحه. على فكره هي ليها شهره عالميه يمكن جدا. الدكتور عادل يعني انا عرفت منه القصه دي انه الاعشاب بتاعت سانت كاترين ليها شهره عالميه، وبييجوا سائحين يسالوا على مخصوص على انواع هذه الاعشاب. ما زالت مصر زاخره الحقيقه بالعديد والعديد من الكنوز، نتمنى ان هي تظهر والعالم كله يشوفها. وبشكرك على مصطلح حضرتك اضفته في هذه الحلقه، وهو ان مصر بتهدي البشريه هدايا طول الوقت يعني، ودي حقيقه. شكرا جزيلا دكتور عادل. شكرا نورتني يا فندم. بعد الفاصل هنتكلم مع حضراتكم وهنشوف يعني استراتيجيات حديثه وجديده، وهنتكلم على التكنولوجيا والشمول المالي والتطبيقات اللي بقينا بنستخدمها. كل ده قد ايه بيساعدنا، قد ايه بيوفر معانا، قد ايه كمان بيزود الدخل القومي للدولة المصرية في اصلاح اقتصادي حقيقي بيتمناه القيادة السياسية او بيتمناه المواطن المصري في عملية ربط هنا. هنشوف ده مع ضيف حضراتكم الدكتور عصام الجوهري. يبقوا معنا من فضلكم.